إني لضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أفواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا يوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
قل الحيل الذي ألقاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. اللهم صل على محمد في الأول صل على محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نستحفلك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفيك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي شر كل ذي شر إنك على ما تشاء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعل قبرهم من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من النار. اللهم تقبلهم من الشهداء. اللهم انزل السكينة والرحمة واللوء والبهجة والسرور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرك والمغرب واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم. اللهم آنس وحشتهم في قبورهم تقبلهم من الشهداء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل من أراد جزر القمر خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد جزر القمر شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم زلزلهم تحت أقدامهم اللهم زلزلهم تحت أقدامهم اللهم زلزلهم تحت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا. يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا قلبا إلا نفست ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أمرك بين الكاف والنون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رزقون نازم منه رزقيه فرحين بما آتاهم الله من فضله موهر مفراها إيهو وليه ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وابشر يو ولا دنغونك نمتكينا بحر لا باسنغا سيرهر مفراها كاو كم تجوا لكا صحابة أدام سعد السلبي حكم فوري ya kana sura nziro te basi hena ambia mtume sallallahu alayhi wa sallam waka ya rasulallah nga mwanzo mrumshe mtume hampuwa amba endada honi fulani ikama ngoni mwema na honga kabaila basawo ya henda ya mbabe na ambie mwano kaya nga mwanzo nuloze ya mruoi wala maana hashupia mbaba hae ambapo mba ewe mru ya staikia lole hefani hedaho heze suruaya
kuruka ino amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na eni nehoni ya henda kucho dungwa baso wakati mbabamba wa imtume ni ampua ye mwanahambari itiridhi ne kawa ya mtume wa hato shoya kekaadhi ndo ya niloze halol basi humlola osukirama chono sise jihadi I jihadi ye mungu ni muandu wa roa anda ni wende harumashe jihadi do siku ya lole mwene mshola bayaka mungoni muandu wafo siku ula basi mtume sallallahu alayhi wa sallamu wakati ya ambilwa mtumatehe halili hambadi mwaka atakajaka mungoni muandu wa mswalia masahaba wa namastaja ya rasulallah هذا سعيد السلبي ريوانو لي هتيه أو يلوايا هوليلي هم بدينك إزاجيريني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بتيه هل ميزم ويمبطليا يا كاتم وترم ميوانغو يانزو يا كنام رومشة يا لولة نحن ميزم واسام وانتزوا خور العيد Uwanwashambe wanukado wastaiki na we Kuna ula la namrumshe wa duniani Nishwane ya shani tesa Uka hunungu chodona kada ranu Na hunasabu na hura tuka Badi wa iti mrumchojo ulala na e Ame shani liza Dola mrumcha na mbiiza na e Yatua hiya wana Dhuku ya hene mrumma hae Yabaha ilo ya anji Dani hoke mrumma hae hafu Nishwane ya shani liza Dehati Kwa kundi anandishia au studio Simwadeo kahu somozi hali halisi Okende Unami yomane Qur'ani Ya paro hamiyo kaya njuru ngafi yonokwe pashi Unami yomane Qur'ani Ya hamiyo kamwe kupamane na tenazi ya fanchamu Ya Qur'ani Neza hadithi za mtume Neza rambiyo kaya Yetuwa shida ya siyemu kari Nwazii ya hati taktibicho kayoti alafuna umatora mdoka ya ila dhimoro nera honesu mkani wane wawaniliye ze haki za huwa islamu ze haki za huwa mzaya ze haki za huwa nyanya na yo haki ikari wa parisa leo riwarenga hukma hokendi kawachu ujo wa hukumu wao ikari ni waji hukumu izorabo amungena njore jidashuma na asani nilejeza mbagwa sambi ya kautibizi mahawane sizamba asuma na azali beshwa nja zifasiri lewangani zifasiri wale obo lukumani ukamtume sallallahu alayhi wa sallam amba ukana albiru la yabla wadhambu la yunsa wadhayadu la yamut ifal mashita kama tadinu tuda mtume amba ukana njema kazi wolo albiru la yubla wathambu la yusa thamika liduwezira la thambule nao mbaba wafa nao karina kuparwa ziduweza na mnyezi mbukana hufa huwa hadu lathi la yamut ifa tijibaya samlini na wame warwaho basi mnyezi mbukana kul inna almauta alathi tafiruna minu fa innahu mulaqikum ya mauti wita wawo rahazara kwe jaza mwajo honda na niyo na mnyezi mungu ambo besho mjahar mambaza tindawe besho mjahar mambaza tindawe wala ukumtum fi buruji mushayyada ya mauti gya junjai mfakuwani ama nga rambiyao wakumor ukakamla usama laika monsi wala ikamla ula wadawla jari sadie ikakari jai maraji saidiya ikakarichai marati saidiya ngeyadhi mori tede rahim nyezi mgu tabaraka wa ta'ala yalvehe nusura ya ae ukakachide namna iyo mtumabu ya hachojoka kaza nusuria wende mtume ikaye wap nyezi mgu ne mwenye kumfayakun shaha mba tede rahim aswada wahi wambendi karnaha mba jowa musa narjoba idhahabu anta wa rabbika inna maakuma mukatiluna ya Muhammad chadada wana mguwao ngasina sina wengari juwana chaka namba jowa Musa awangangarambayo mapolitisi mdo kumor
ima partisim na kumar barak wa ta'ala nyezi mgu jorehemu muslim ya rehemu fayyad ya rehemu bafale ya rehemu hawa tipia nyezi mgu achale kanguar mazareh mazahawo nyezi mgu achale ritilati wasaya shaka nga rilatawo rilatezi tazahe madhali muharaka بإذن الله تبارك وتعالى يتسي هاتو يونشيه إبشيه إرجي جزيتي ساكايكم يزم بابيتي بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا إهونتي إسي بروبون سام تيد ريكو دوتر بار par les manœuvres grotesques de ces sbires et de ces courtisans Cette opération électorale par laquelle il comptait maquiller son visage fut un fiasco. Il a fallu un tour de passe-passe, une nécessité de la magie, pour que sa gourou-gourou puisse non seulement augmenter le nombre des inscrits sur les listes électorales tenues dans l'opacité par rapport à celui de la CENI d'Iblissa, mais aussi faire passer le votant de 7% à plus de 50% pour avaliser l'euro de l'impossible bâtiment. Et voilà qu'au lieu de se référer à la sagesse populaire, qui veut que lorsqu'on est déshabillé, rien ne trouvait de mieux que de dépêcher des milices cagoulées pour interdire un rassemblement civil. Par un tel acte odieux et déshonorant pour nous et coutume, Gozibi a cassé le dernier rempart contre les risques d'une guerre civile. Kagwa vient prémunir notre bel archipel de cette catastrophe annoncée. Nous avons déjà vécu les dégâts incommensurables de l'opération Bouchou qui s'est effectuée à Maoré. Occupée par la puissance coloniale française, avec la complicité du même Gozibi, obnubilé par les 150 millions d'euros octroyés par Macron pour accepter les déportations massives de notre compatriote, de nos compatriotes. Et ce vendredi, Ya Mahaba, Ya Uweza, Ya Masiwa.